أحداث وحقائق وآخر مستجدات عالم بوليوود. إيرا خان ابنة نجم بوليوود عامر خان تفضح سبب طلاق والدها. ما علاقة نجمة بوليوود فاطمة سنا الشيخ بطلاق عامر خان وبماذا صرحت ابنته؟ نجمة بوليوود عليا بهات تعلن عن مفاجأة حصرية، ونجم بوليوود شاروخان يقدم وعدا لها أمام الجميع. بماذا وعدها وما هي المفاجأة التي أعلنت عنها نجمة بوليوود عليا بهات؟ احتفال نجم بوليوود رانفير سينغ وتيكا شروف يعلق على هذا الحدث. وإذا كنتم من متابعي أخبار نجوم بوليوود لا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وإليكم التفاصيل. لقد احتفل نجم بوليوود رانفير سينغ زوج نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون مساء يوم الثلاثاء بعيد ميلاده 36، إذ انهالت عليه التهاني من جميع الزوايا سواء من معجبيه أو من أصدقائه النجوم، إذ لجأ العديد من نجوم بوليوود إلى حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه التهاني الحار لرانفير سينغ، وعلى رأسهم تايكا شروف، كريتي سانون، مادهوري ديكشيت، أنانيا بانداي، كيارا أدفاني وغيرهم من النجوم. إذ قام نجم بوليوود تايكا شروف بنشر صورة له برفقة رانفير سينغ وعلق عليها قائلا: كيف لا يمكنك أن تكون من محبي هذا الرجل؟ عيد ميلاد سعيد رانفير سينغ، أتمنى لك الصحة والسعادة والنجاح الدائم. لقد أعلنت نجمة بوليوود عليا بهات خبر شروعها في تصوير فيلمها القادم، ليست كممثلة وإنما كمنتجة، إذ ستقوم بإنتاج أول فيلم لها، وأعلنت عن ذلك بشكل مباشر قائلة: إنه اليوم الأول من تصوير أول فيلم لي كمنتجة، لكنني سأظل دائما ممثلة أولا وأبدا، لا أعرف ماذا يحدث لي قبل أن أبدأ فيلمي الجديد، أحس بتشنج في جميع أنحاء جسدي وأحلم بذلك طوال الليل، أنهض مسرعة لأصل إلى المجموعة قبل الوقت ب15 دقيقة خوفا من التأخير. بعد أن انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فيروسي، علق نجم بوليوود شاروخان على منشور نجمة بوليوود عليا بهات قائلا: بعد أن تنتهي من إنتاج هذا الفيلم أرجو منك التسجيل في إنتاج فيلمك المقبل، سأحضر في الوقت المناسب للتصوير وسأكون محترفا للغاية، وعدا مني. هذا وتكون نجمة بوليوود عليا بهات قد انتقلت بشكل فجائي من التمثيل إلى الإنتاج، وبالتالي تعد عليا بهات أصغر منتجة في عالم بوليوود. انتقلت إيرا خان ابنة نجم بوليوود عامر خان إلى حسابها الشخصي على الانستغرام للتعليق على خبر طلاق والدها عامر خان من زوجته كيران راو، إذ أنه بعد ساعات قليلة من انتشار خبر طلاق عامر خان علقت إيرا خان بمنشور مشفر قائلة: المراجعة القادمة غدا، ماذا تتوقعون أن يكون؟
إذ أثار هذا المنشور ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الجمهور عما إذا كانت إيراخان سعيدة بخبر طلاق والدها، في حين اعتبر البعض أن تعليق إيراخان يحيل إلى أن عامر خان سيقوم بإحياء علاقة حب قديمة كانت تجمعه بنجمة بوليوود فاطمة سنا الشيخ، إذ أنه في وقت سابق تصدر ثنائي البوليوود عامر خان وفاطمة سنا الشيخ عناوين الصحف الهندية، وترددت شائعات وأخبار تفيد حقيقة تواعدهما. بعد إعلان خبر طلاق عامر خان، شرع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم التهاني لعامر خان وفاطمة سنا الشيخ، إذ علق أحدهم قائلا: ألف مبروك مقدما لعامر وفاطمة، نأمل أن تستمر هذه العلاقة لفترة طويلة، هاشتاغ فاطمة الشيخ. كما أضاف أحدهم معلقا: تبا لقد أصبحت فاطمة تراند في الهند بعد إعلان عامر خان خبر طلاقه من كيران راو. وأنتم ما رأيكم فيما هو متداول حاليا؟ هل تعتقدون بالفعل أن نجمة بوليوود فاطمة سنا الشيخ لها يد في طلاق عامر خان وكيران راو؟ شاركوني برأيكم في خانة التعليقات. All right, are you ready? Presenting Team Parks of Hindustan to you. To you, Hindustan, thank you. Start from left, sir. Left, sir. Now center. 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 That's the EF, right? Sir, only that. Wow! Wow, 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 wow! Ladies and gentlemen, thank you so much. Dum 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 dum, kya bolti tu? Hey, ding ding ding, kya main bolu? Sun. Suna. Aati ka khandala. Kya kare? जाके हम खंडाला हर घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और अब